مالك يا جانا؟ مستعجلة كده ليه؟ أوه، أنا اتأخرت قوي على الولاد وما عملتش أكل، وهما مش بياكلوا من بره غير الفرايد تشيك، بس الأسعار بقت غالية قوي، أعمل إيه بس؟ بسيطة، حلك عندي. مين قالك إنك لازم تشتري من المطعم وتضيعي وقت وفلوس كتير؟ تقدري دلوقتي تعمليها في البيت وفي أقل من 10 دقايق، وبنفس كواليتي ومواصفات المطاعم وأحلى، لأنها ممكن تتعمل في الإير فراير وتبقى جاهزة، أو تتعمل في الفرن أو تتقلي في الزيت، يعني هتوفري فلوس وهتعمليها بالطريقة اللي بيحبوها. طب قوليلي إزاي؟ هقولك، جيبيها من المزرعة فود، مزرعة دواجن متخصصة لإنتاج الفراخ النص مقلية، وعندهم أنواع كتير، منها البروستيد والستريبس والشيكن بوب والماجنم كريسبي الحار والبارد. بس خدي بالك، الفراخ عندهم فراخ صافي 100% ومش مفروم ومن غير إضافات عليها، يعني الستريبس والماجنم مش هتلاقيها مفروم، ومش هتلاقي ريحة زفارة أو عظم غامق، لأنها فريش وطازة من المزرعة مباشرة. في المزرعة فود بيلتزموا بكافة معايير السلامة الغذائية، وبيحرصوا على إنتاج أعلى جودة وبأقل الأسعار مقارنة بالسوق، ده غير الطعم اللي هيخطف قلبك. طب الحقيني بسرعة بالرقم للطلب والتواصل، واتساب أو اتصال على الرقم 010-19-74-64-58، ومتاح توصيل داخل 6 أكتوبر والشيخ زايد.